هاك. ايه ده؟ شفت الراجل جاب لك الظرف امبارح؟ اها قام جاب لك ده تاني. جابه امتى؟ يعني قبل شويه كده. الراجل ده لو جه وما ناديتنيش انت مش عارفه انا هعمل فيكي ايه؟ لازم اشوفه بعيني، توقفيه مكانه لحد ما تيجي تناديني وتمشي. سامح سامح. حاضر حاضر. يا 600,000 مرحب. مش قابلة يارا برضك ولا أنا غلطان؟ أنت مين وعايز إيه؟ لا يا أبلة، ما هو الكلام مش ينفع في التليفون، لازم نتقابل فيس تو فيس كده عشان نتفاهم. غير كده بقى الصور والفيديوهات اللي عندي هتطلع على النيابة والمستور هيتكشف، يعني فيها كلابوش. ألو، ما ترد يا أبلة. ألو، أنا مش عارفة أنت بتتكلم عن إيه، مش فاهمة حاجة. لا يا شيخة، هو أنت فاكرة إن دم الغلبانة اللي أنتوا موتوها ودهستوها وسبتوها مرمية على الطريق ده هيروح هدر؟ لا يا أبلة، حقها هيرجع. انتظري مني مكالمة بلغك فيها الزمان والمكان اللي هنتقابل فيه. وعلى الله ما تجيش. سلام يا بلارا. عجينة.